السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث. درسنا لهذا اليوم قياس الكتلة الجزء الأول. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم استعمال الجرام والكيلوغرام لقياس كتلة الأجسام. هيا بنا يا أبطال لنفتح صفحة 333 أحل وأشارك. أعمل مع أحد زملائي لاختيار 6 أجسام يمكن قياس كتلة كل منها باستعمال ميزان. أقدر كتلة كل جسم ثم أستعمل الأوزان المترية لإيجاد الكتلة الدقيقة لكل منها بالجرام أو الكيلوغرام. أستعمل الجدول وأحل هذه المسألة بأي طريقة أختارها. أوضح تبريري. والآن يا رائعون نجيب عن الأسئلة التالية قبل أن نبدأ بالحل. ما المطلوب منك فعله في هذه المسألة؟ أحسنتم، بارك الله بكم يا أبطال. اختيار 6 أجسام يمكن قياس كتلة كل منها باستعمال الميزان. وماذا أيضا؟ شكرا لك يا بني، وتسجيلها بالجدول. وأيضا تقدير كتلة كل جسم. وماذا أيضا يا أبطال؟ بارك الله بكم جميعا. ومن ثم قياس الكتلة. وأخيرا توضيح التبرير. السؤال الثاني، ما الوحدات المترية التي يمكن استعمالها؟ شكرا لك يا بني، الجرام أو الكيلوغرام. السؤال الثالث، ما الأدوات التي يمكنك استعمالها لحل المسألة؟ تفضل يا بني، بارك الله بك، أحسنت. يمكن استعمال ميزان ذو كفتين وأوزان مترية. ما الأوزان المترية التي يمكن استعمالها؟ بارك الله بك يا إبراهيم، الكيلوغرام أو 500 جرام أو 100 جرام أو 10 جرام أو 1 جرام. السؤال الأخير، متى نستعمل أوزانا لقياس الكيلوغرامات وأوزانا لقياس الجرامات معا لقياس كتلة جسم ما؟ شكرا لك يا أحمد، بارك الله بك يا بني. عندما تكون كتلة جسم ما أكبر من 1 كيلوغرام. يريد زميلكم سالم أن يذكرنا بشيء، تفضل يا سالم. يقول سالم، أبحث عن علاقات أفكر في مدى تشابه الأجسام أو اختلافها لمساعدة على تحديد ما إذا كانت الوحدة المناسبة لتحديد كتلة كل جسم هي الجرام أم الكيلوغرام أم كلتاهما. أحسنت يا سالم، بارك الله بك على هذه المعلومات الرائعة. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو، حل أحل وأشارك، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. عدنا إليكم يا أبطال من جديد، كيف كان حلكم؟ والآن يا أبطال لنعرض عليكم بعض حلول الطلبة في أحل وأشارك، لنرى سويا حل زميلكم حمد مع زملائه الذين شاركوه في الحل. هنا حمد اختار بعض الأجسام ثم قدر كتلتها وقياسها، لنرى حل حمد. أحضر زجاجة ومن ثم وقدر كتلة الزجاجة 2 كيلوغرام، وعندما قاسوها باستخدام الميزان وجد كتلتها تساوي أيضا 2 كيلوغرام. ومن ثم أحضر حمد وزملائه إصبع لاصق، واتفقا على أن تقدير وزن إصبع اللاصق يساوي 50 غرام، وعندما أوجدا الكتلة الدقيقة لإصبع اللاصق فكان لديهم 20 غرام. ومن ثم أحضرا مقص وقدرا أن كتلته تساوي 75 غرام، لكن الكتلة الدقيقة له كانت 80 غرام. ومن ثم أحضرا كتاب وكان تقدير كتلة هذا الكتاب 1 كيلوغرام، لكن كتلته الدقيقة تساوي 1 كيلوغرام و400 غرام. سجل حمد التقديرات والكتل لأربعة أجسام فقط، لكنه لم يوضح تبرير عملهم.
لذلك حمد لم يكمل حل هذه المسألة. لكن أعزائي الطلبة، زميلكم راشد وزملائه حلوا هذه المسألة بطريقة مختلفة عن حمد وزملائه. لنرى طريقة راشد وزملائه. هنا راشد اختار زجاجة أيضا، قدرها هو وزملائه فكانت 2 كيلوغرام، وعندما أوجد الكتلة الدقيقة للزجاجة فكانت 2 كيلوغرام. أحضر إصبع لاصق وكان التقدير لكتلة إصبع اللاصق يساوي 50 جرام، والكتلة الدقيقة لإصبع اللاصق كانت 50 جرام. وأحضر حقيبة المدرسة فقدر كتلتها تساوي 4 كيلوغرام، وعندما أوجد الكتلة الدقيقة لحقيبة المدرسة فكانت 3 كيلوغرام و350 جرام. ومن ثم أحضر قاموس وكان تقدير كتلة القاموس يساوي 2 كيلوغرام، وعندما أوجد الكتلة الدقيقة لكتلة القاموس فكانت 1 كيلوغرام و400 جرام. ومن ثم أحضر حاسبة فكان تقدير كتلة الحاسبة 500 جرام، والكتلة الدقيقة لها تساوي 400 جرام. وأخيرا أحضر راشد لوح إلكتروني وقدر كتلته يساوي 500 جرام، وكانت كتلته دقيقة 662 جرام. ويقول راشد: اخترنا أجساما متوافرة في الصف ويمكن قياسها باستعمال الميزان ذي الكفتين والأوزان. نشكر زميلكم راشد وزملائه الذين شاركوه في الحل على هذه الإجابة الرائعة. نلاحظ هنا أعزائي الطلبة أن سجل راشد التقديرات والكتل الدقيقة لست أجسام ووضح تبريره بعملهم. والآن يا أبطال، تريد زميلتكم ليلى أن تذكرنا بشيء، تفضل يا ليلى. أحسنت، بارك الله بك يا بنيتي. تقول ليلى: يتم قياس الكتلة باستعمال الجرام أو باستعمال الكيلو. هيا بنا يا أبطال لنذهب إلى صفحة 334 إلى السؤال الأساس الذي يقول: كيف أقيس الكتلة؟ يمكن استعمال ميزان مع أوزان بالجرام والكيلوغرام لإيجاد كتلة جسم. والآن يا أبطال، كيف أقيس الكتلة؟ أحسنت يا إبراهيم. يقول إبراهيم: أنا يمكن استعمال ميزان. وماذا أيضا؟ أحسنت يا علي. يقول علي: نستعمل ميزان مع أوزان بالكيلوغرام. ما الأوزان التي لدينا هنا بالجرام؟ بارك الله بك يا علي. يقول علي: أن لدينا هنا 500 جرام، أيضا 100 جرام، أيضا 10 جرام، أيضا 1 جرام، وأيضا يمكن استعمال الكيلوغرام. ماذا لدينا هنا؟ كتلة الكيلوغرام يا أبطال. أحسنت يا محمد. يقول محمد: أن لدينا هنا 1 كيلوغرام. والآن يا أبطال، ما الفائدة من الميزان وهذه الأوزان؟ أحسنتم، بارك الله بكم يا أبطال، لإيجاد كتلة جسم. والآن يا رائعون، ما كتلة علبة من الطباشير التي لدينا هنا؟ قبل أن نبدأ بالحل يريد زميلكم راشد أن يذكرنا بشيء، تفضل يا بني. من المهم أن أكون دقيقا عند قياس الكتلة، أستعمل الجرام أو الكيلوغرام أو كليهما لإيجاد القياس بدقة. بارك الله بك يا راشد. زميلكم راشد يذكرنا أنه عند قياس كتلة ما علينا أن نستعمل الجرام أو الكيلوغرام، أو يمكن استعمال الجرام والكيلوغرام معا. والآن يا شطار لنبدأ بالحل الفرع به. أضع علبة الطباشير في إحدى كفتي الميزان. نلاحظ هنا يا أبطال أن الميزان غير متوازن، لذلك أضع عددا كافيا من الأوزان بالجرام والكيلوغرام في الكفة الأخرى حتى تتوازن الكفتان. انظر.
نلاحظ أنه تتوازن علبة الطباشير مع وزن مقداره 1 كيلوغرام ووزنين مقدار كل منها 100 جرام وأربع أوزان مقدار كل منها 10 جرامات 1 2 3 4. إذن كتلة علبة الطباشير هي 1 كيلوغرام و240 جرام. يريد زميلكم إبراهيم أن يذكرنا بشيء، تفضل يا بني. يقول إبراهيم: أكتب الوحدة الأكبر قبل الوحدة الأصغر عند تسجيل القياسات. شكرا لك يا إبراهيم على هذه الملاحظة الرائعة. والآن يا رائعون، لنبقى في صفحة 334 في سؤال أقنعني الذي يقول: ما الوحدات المثرية التي سأستعملها لتقدير كتلة نصف علبة طباشير؟ أوضح إجابتي. كما لاحظنا سابقا أعزائي الطلبة أن كتلة علبة الطباشير كانت 1 كيلوغرام و240 جرام. والآن يا أبطال، ما المطلوب من المسألة؟ أحسنت يا علي، بارك الله فيك يا بني. ما الوحدات المثرية التي سأستعملها لتقدير كتلة نصف علبة طباشير؟ وماذا أيضا؟ أحسنت يا حمد، أوضح إجابتي. من يذكرنا ماذا كانت كتلة علبة الطباشير؟ أحسنت يا أحمد، كانت كتلة علبة الطباشير 1 كيلوغرام و240 جرام. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو، حل أقنعني، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. عدنا إليكم يا أبطال من جديد، كيف كان حلكم؟ ما المطلوب الأول من المسألة؟ أحسنت يا بني، ما الوحدات المثرية التي سأستعملها لتقدير كتلة نصف علبة طباشير؟ نلاحظ هنا أعزائي الطلبة أنه أعرف أن كتلة نصف علبة طباشير ستكون أقل من كيلوغرام 1. إذن أستعمل الجرام لتقدير الكتلة وقياسها. والآن يا أبطال، تأكدوا من حصولكم على نفس الإجابة. والآن يا رائعون، من يذكرنا بالسؤال الأساس؟ أحسنت يا جاسم، يقول جاسم أن السؤال الأساس الذي كان لدينا هنا هو: كيف أقيس الكتلة؟ والآن يريد زميلكم حمد يجيب عن هذا السؤال، تفضل يا بني. يقول حمد: لتقدير وقياس كتلة جسم أستعمل الجرام أو الكيلوغرام أو كليهما، بحيث 1000 جرام يساوي 1 كيلوغرام. ويريد أيضا زميلكم أن يقول لنا شيء آخر، تفضل يا بني. يقول: إن استعمال ميزان ذي كفتين وأوزان مترية 1 كيلوغرام 500 جرام و100 جرام و10 جرام و1 جرام هو إحدى الطرائق لقياس كتلة الجسم. بارك الله بك يا بني على هذه الإجابة الرائعة عن السؤال الأساس. كما لاحظنا في المثال السابق أن كتلة علبة الطباشير هي 1 كيلوغرام و240 جرام، وهنا استعملنا الميزان والكيلوغرام والجرام في قياس كتلة علبة الطباشير. هيا بنا يا رائعون لنذهب إلى صفحة 335 لنحل وعبروا عن فهمي السؤال الأول. أبرر منطقيا، أبحث عن جسم أعتقد أن كتلته أكبر من 1 كيلوغرام، وأبحث عن جسم آخر كتلته أقل من 1 كيلوغرام، ثم أستعمل ميزانا ذا كفتين مع أوزان بالجرام والكيلوغرام لقياس كتلة كل جسم. والآن يا أبطال، ما المطلوب من المسألة؟ أحسنت يا علي، أبحث عن جسم أعتقد أن كتلته أكبر من 1 كيلوغرام. وماذا أيضا؟ أحسن، وأبحث عن جسم آخر كتلته أقل من 1 كيلوغرام. وما المطلوب من المسألة أيضا يا أبطال؟ أحسنتم، بارك الله بكم يا أبطال. أستعمل ميزانا ذا كفتين مع أوزان بالجرام والكيلوغرام لقياس كتلة كل جسم.
والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو، حل التمرين، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. عدنا إليكم يا أبطال من جديد، كيف كان حلكم؟ لنجيب يا أبطال عن المطلوب الأول، أبحثوا عن جسم أعتقد أن كتلته أكبر من 1 كيلوغرام. أعتقد أن كتلة علبة المسامير أكبر من 1 كيلوغرام. والآن يا أبطال لنجيب عن المطلوب الثاني، أبحث عن جسم آخر كتلته أقل من 1 كيلوغرام. أعتقد أن كتلة اللعبة أقل من 1 كيلوغرام. والآن يا أبطال لنجيب عن المطلوب الثالث من هذه المسألة، أستعمل ميزانا ذا كفتين مع أوزان الديجرام والكيلوغرام لقياس كتلتي كل جسم. نلاحظ هنا أن كتلة علبة المسامير تساوي 1 كيلوغرام و500 جرام، وأن كتلة اللعبة يساوي 510 جرام. والآن يا أبطال تأكدوا من حصولكم على نفس الإجابة أو إجابة تعتقدون أنها صحيحة. والآن يا أبطال لنبقى في نفس الصفحة 335 لنحل التمرين الثالث والرابع من أطبق فهمي. في التمرينين الثالث والرابع أكتب إجمالية الكتلة التي تمثلها كل صورة. والآن ما المطلوب من المسألة؟ أحسنتم، أكتب إجمالية الكتلة التي تمثلها كل صورة. والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو، حل التمرينين، أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. لنبدأ أعزائي الطلبة في التمرين الثالث، يوجد لدينا 1 كيلوغرام وأيضا 2 كيلوغرام 3 كيلوغرام، وبالتالي 3 ضرب 1 يساوي 3 كيلوغرام، ويوجد لدينا أيضا 500 جرام. إذن إجمالي الكتلة 3 كيلوغرام و500 جرام. هيا بنا يا أبطال لننتقل إلى التمرين الرابع. يوجد لدينا هنا أعزائي الطلبة كتلتين، كتلتي كل واحد منهما 100 جرام، وبالتالي يصبح لدينا 200 جرام. ويوجد لدينا أيضا 4 كتل، كل كتلة تحتوي على 10 جرام، وبالتالي يصبح لدينا هنا 40 جرام. ولدينا أيضا 5 كتل، كل كتلة عبارة عن 1 جرام، وبالتالي يكون مجموع الكتل بالجرام 5 جرامات. ونجمع الجرامات التي لدينا هنا فيساوي 245 جرام. إذن إجمالي الكتلة 245 جرام. والآن يا أبطال تأكدوا من حصولكم على نفس الإجابة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أستودعكم الله في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.